اذا اعزائي المستمعين، انا كنتم هنا عصام الشوالي احييكم احباء الخنيفري تي في. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في البوليس الرياضي باش نقدم لكم احسن وافضل لقطات في بطوله 9 ابريل 2012. لكن قبل هذا هيك نقدم لكم الفريق المضيف، فريق عليل عريض بالازياء السوداء. شوف يا حبيبي شوف رقصه ولا اروع قبل بدايه اللعب. إذن نبدأ مع المرتبة العاشرة ونبدأ مع لقطة كلاسيكية تعودنا بها في كل مظاهرة سلمية. الفريق المضيف يفتتح النتيجة بعد هجوم جماعي وضربة بالغاز المسيل للدموع. يلا فرك 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 الحظبة يا مواطن، ما فماش دخول. إذا نتعدي وطول المرتبة التاسعة، حركة ولا أروع، شوف يا حبيبي شوف، يا أحباء الخنيفري تبعوا شوف، باس باس بالغاز المسيل للدموع، واحدة اثنين بين الشرطة والمواطن، هاي الروح الرياضية، عملية ولا أروع. إذا نمشي للمرتبة الثامنة، حركة جماعية، حركة ولا أحلى، ولا عمري في حياتي ريتها، انظر، ثبت، تبع بعينيك، الحجر يخيط، المواطن يعيط، وعلي العريض يقول روح روقيت، أعطيه وخذ عليه، عاود له يا سلام، عاود له يا سلام، والحوت عليك يا فنان. إذا نمشي ولنا المرتبة السابعة، ضربوا بالكرسي، ادعم بالبنك، ضربوا بالكرسي، إذا هذا شعري ليك يا كرسي، طير يا كرسي في الهواء طير، حلق حلق في السماء مع العصافير، واهبط على راس المواطنة، خلي اللي يصير يصير، ماكم تحبوا على الكرسي، إذا طير يا حبيبي يا كرسي، يا عزيز الملايين، يا كرسي لازمك برشة بندير. يلا يا حبيبي نمشيو للمرتبة السادسة، في المرتبة السادسة فما حركة فيها برشا لاعب نظيف، حركة كما يقولوا، حركة تعمل 66 كيف، هات نتبعوا لونشينمون، هات خنتبعوا يا حبيبي، مشطة زادوا مشطة والمطراك حاضرة، حركات خلناها مشات بلا رجوع، حركات ظنيناها انتهيت مع عهد المخلوع، لكن مازالت البركة ومازال الخير. في المرتبة الخامسة شوف معايا وتبع، يتواصل بتاع فريق العريض، يخرج الجرينتا اللي فيه، مدرية خلط عليه، حتى للباساج يحصر فيه، يا حبيبي لو كان يشدوا مزمر عليه. وفي المرتبة الرابعة شوف 10 خارجين راسهم راس المواطن، وينو الدفاع؟ وينك يا دفاع؟ وينك يا دفاع؟ خلتك خفت يا دفاع، مسكين مسكين رقم 3 تحصل لوحده، شو كيشدوه؟ ملا هجوم، مشطة، بونيا ومشطة، وعينك مطراك إلا النور، الحمد لله ما كنتش حاضر، خاطر عيني وقتها مطراك إلا النور. في المرتبة الثالثة هون يبدا الضرب الصحيح، تبعوا معايا هذه الحركة العفوية، شلبوك وانت تمشي، لا أهلة ولا سهلة ولا طلة ولا باك وغلة، لا صباح الخير ولا شنو أحوالك، أعطيني رانوتي يا مخرج، أعطيني ومتعني، محلاها الحرية يا حبيبي شوف، شوف 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 وتبع، كم أنت كبير يا صاحب الكاسك الأسود. في المرتبة الثانية، لا ما تحكي ليش، ما تحكي ليش ما تقوليش، لا تقول لي لا ميسي ولا رونالدو، ما عملها إلا زيدان، لكن حتى كعملها زيدان مش بالإبداع هذا، ومش بالدقة هذه، هذه رأسية قناص، رأسية ولا أروع، كما أنت كبير يا فريق الأحلام، كما أنت عالمي يا كابتن العريض. في المرتبة الأولى وبكل لغات العالم، البريمير بلاس، الفيرست بلايس، بيرفايا بلايسا، ركزوا معايا مليح، سجل، اكتب، ركز معايا، قلت لك سجل يا تاريخ، اللي ما عملوش البابو سيفيل يقدر عليه الميليشي الأصيل، ثلاثة إبداعات في لقطة واحدة، وبسرعة البرق، تبع معايا مليح، سب واحد من المعارضين، يعطي مشطة لواحد من المتظاهرين، شوف يا حبيبي ويكمل يخلط يجري على الصحفيين، كل هذا وهو يصور بكاميرا، لا رناها لا في كأس العالم ولا في رابطة الأبطال. يا حليلي يما راسي، يا حليلي يما راسي، هم قالوا ما عادش عندنا بوليس سياسي. إذا أعزائي المشاهدين أحباء الخنيفري تي في، هكا انتهت المباراة بفوز الفريق الأسود، فريق الأسود، فريق العريض بنتيجة 10-1، ملتقانا إذا في الدور النهائي يوم 1 ماي ضد فريق الاتحاد في دربي الأحلام.